خلوا يتجه راهو متبرك يا مصعد العزم يا صحافير بتبيعها ناس ليه اتكلموا فيكم يا صحافير عدوا عسكروا يا تصوروا راهو معاكم متبرك هكا راهو وقت اللي نرفع يمسكوا بالبراد راهو متبرك علاه ونهار طلع صحافة يا زيك هاي يمسكوا يا اسمع يا اسمع قاعدين تساهموا قاعدين تساهموا توا قاعدين تساهموا في المنفي يا صحافة يا صحافة يا ولادي تعملوا مزية يا صحافة يا صحافة خليهم المبارك مرة أخرى نكتشفوا إنه فما حتى طرف في البلاد هذه يسعى حقيقة لإرساء أو لدعم إرساء صحافة ديمقراطية، صحافة تعددية، صحافة حرة، صحافة ما عندها عائق. اليوم نسمع كلمة للمرة الثانية على التوالي من طرف يدعي اللي هو ديمقراطي ويدعي اللي هو رأس حربة الدفاع على الديمقراطية. للمرة الثانية في أقل من شهر أطراف ديمقراطية تعيط صحفيين كلاب. صحفيين كلاب. حتى المستوى تاع الحوار يظهر تدني مستوى الناس اللي قاعدة تهين في الصحفيين واللي قاعدة تستهدف فيهم. الناس اللي من المفروض فما المجتمع باش يعمل عليهم باش يدافعوا بشراسة على حاجة اسمها ديمقراطية في البلاد هذه اليوم هما نفسهم اللي ينزلوا حتى في مستوى الحوار. هما نفسهم اللي في مؤتمر العنف مناهضة العنف ومناهضة الإرهاب يمارسوا العنف والإرهاب ويحرموا أطراف من الحوار. ما عندنا حتى مشكل. الصحفيين ما همش طرف في حتى حوار. الصحفيين هما شاهد عيان ينقل كل الأحداث. وهذا اللي الأطراف السياسية والاجتماعية اليوم ماهيش حابة تفهم اللي الصحفي راهو تابع حتى حزب. وتابع حتى منظمة. الصحفي موجود باش ينقل صورة ووقائع لا غير. ونهار اللي باش يحلل يحلل بكل حياد وبالوقائع وبالبراهين. ماهوش باش يحلل من منطلق انتماء الحزب الفلاني ولا انتماء للحركة الفلانية وإلا صداقته مع الأمين العام تاع المنظمة الفلانية. مش هذا دورنا. والناس اللي تتصور اللي هذايا هو دورنا راكم غلطين. راهي حتى الديمقراطية اللي تحبوا تكرسوها في المجتمع هذايا ماهيش هذيك هي اللي نحبوا عليها. ماهيش هذيك هي اللي باش ترتقي بالمجتمع التونسي. كنا نتصوروا ان الناس اللي توجدت اليوم في الصالة هذه كانت موجودة باش تنهض العنف باش تغرس حاجة اسمها ديمقراطية في البلاد هذه وباش تحاول في ممارستها انها تكرس المفهوم هذايا. الا انه لقينا فما اطراف ما نتهموش الاطراف الكل الموجودة اليوم لهني بالعكس فيهم اطراف مناضلة ونضالاتها عريقة وناس كلها تجادلها بها لكن فما اطراف تسعى دائما الى تكريس منطقة طرف الواحد في البلاد هذه. اليوم النهضة تعتبروها تهديد. احنا زاد اعتبرناها تهديد. شفتوا الوقفة نتاع الصحفيين في مؤتمر النهضة. كانت النقطة السوداء في مؤتمر النهضة هي تعاملها مع الصحفيين والاعتداءات اللي قامت بهم وشفتوا الرد نتاع الصحفيين اللي كان رد مشرف للصحافة التونسية. وبالتالي ما تتصوروش انه معركتكم النهضة اليوم تعنينا برشا. ولا باش تخلينا نحيدوا على مبادئنا. خلينا نحيدوا في معركتنا احنا زادا من اجل الدفاع على حرية التعبير.